لا، الفجر الكاذب، الفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق بمدة وليس 10 دقائق، أكثر. والفجر الكاذب هو الذي النور يخرج فيه مثل ذنب السرحان، مثل ذنب الذيب، هكذا يكون بالطول. وهذا النور التي تراه جهة المشرق شوي يذهب ويأتي ظلمة، وإذاك سمي فجرا كاذبا، سمي فجرا كاذبا. أول شيء إنه يأتي بالمستطيل، ويأتي كذلك عمودي، ويأتي كذلك ظلمة بعده، فإذاك سمي الفجر الكاذب. بينما الفجر الصادق التي يأتي معترضا هكذا ولا يأتي بعده ظلمة، وإنما يستمر زيادة 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 حتى تطلع الشمس، نور 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 حتى تضيء الأرض ثم تظهر الشمس، سمي الفجر الصادق من هذا الباب. أما بينهما فأتصور تقريبا الحين الأذان الأول في المساجد نص ساعة ثلث ساعة يكون هذا الوقت بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. إذا بعد الأذان الثاني هذا الفجر الصادق، أما الأذان الأول هذا الفجر الكاذب. الحين الفجر مو في أذانين، أذان أول أذان ثاني، الأذان اللي فيه الصلاة خير من النوم هذا الأذان الثاني، هذا الفجر الصادق. هذا إذا أذن صل. مواقيت الصلاة الحين تشوفها كم يأذن الفجر؟ 5:17 ها؟ هذا الفجر الصادق. خلاص، فجر الكاذب قبل من الساعة تقريبا.